ورح أعمل 21 طوق من الورد، مو كل يوم بس، هالشي كل عمري. بس هالأمنية هي وأنا ما بدي غيرها أبداً. هلأ فهمت، رح تستخدمي برج عمي مشان تمشي هالقصة مثل ما بدك. حلو كتير، هيك طريقة أسهل بكتير من غيرها. رح تضلي عم بتدوري على برج يطبق على برج عمي، وهيك أنا رح أخترع كمان برج لخالتي، بحيث إنه أي عالم فلك رح يلاقي بعلاقتهم 36 نقطة تتلاقى بين البرجين. هدول ورود. ايه خبي، قد ما خبيتي رح أضل أنا يلي بعرف شو هي خطتك اللي عم بتخططي لها يا فهمانة. رح تشوفي كيف فرج عمي قريبا رح يكون بين إيدي، وأنا وقتي اللي رح تقرر، وقت خالتي رح تحط إيدها بإيد عمي. شو عم تعملي هون؟ أنا كنت عم ضبضب هالكركبة الموجودة. فكرتي شي مرة تطفي مخك بدال البيت؟ حضرتك ما بتعرفي إنه ما لازم تعملي شي بوقت المساء؟ بتروح السروة من بيتنا بغبائك، ما بتمدي إيدك على شغل البيت، ولما بتفكري تعمليها بتعملي كل شي غلط. وحدة غبية. أنتي اللي أثبتتي إنك غبية لما بخلي خطتي تنجح وخطتك تفشل. رح تحسي بهالشي مزبوط، خصوصي وقت تخسر مرشحتك. بس أنا رح أخلي كل شي يمشي بمزاجي. الحماية اللي رح تيجي لهون رح تكون من خياري، وقتها لازم تعملي كل شي بإذن مني أنا، وما عاد تنسمع كلمتك. أنا أنا جبت لك العشاء معي مشان تاكلي، لأنه أنتي شناتيكي كلها مضبوبة، ما هيك؟ فكيف بدك تطبخي شي وتاكلي؟ لهيك جبت لك هي، غير أنه عمي قال لي أنه بده يحكي معك. ميرا أنا أكله شكرا. تفضل قلي شو بدك. بس أنتي ما طبختي شي اليوم لحتى. ميرا في كتير شغلات أهم من أنه الواحد يعمل العشاء وياكل ويعبي بطنه، بس أهم شيء إنه لما بتيجي لهون بهذا الوقت المتأخر مشان تحكي معي وتقولي إنه في حكي لازم أسمعه، المفروض إنه عن جد يكون في حكي مهم وضروري. تفضل يا سيد فياض. بس اللي كنت حابب أقوله إنه سواء عن قصد أو عن غير قصد، إذا في حدا من عيلتي وجه لك أي إساءة أو ضايقك أو قال لك إنه ما لازم تبقي بهذا البيت، فهو كتير غلطان ومتصرف من عنده. أنا بعتذر عنه وبطلب إنه تسامحينا. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.